والله من أسوأ الأشياء اللي خلقها الله في الدنيا الحسد. الحسد صفة ذميمة جدا جدا جدا، كأنك تعترض على نعمة أعطاها الله لشخص، تقول ليش يا ربي تعطي؟ والله دمر بيوت، دمر ناس، دمر علاقات. أيضا لله در الحسد ما عدله، بدأ بصاحبه فقتله. الحسد يقتلك. أنا من وجهة نظري أنه أفضل شيء لعلاج الحسد أنك تدعيل أو تدعي للشخص اللي عنده الشيء اللي ميزه الله عنك. عادي ميزه الله بشيء ادعي له، قول يا رب الله يسعده ويوفقه ويسر أمره. أصلا أهل العلم يقولون إنها مواطن إجابة الدعاء، إذا شفت نعمة عند غيرك تقول الله يرزقه يرزقني، الله يعطيه ويعطيني، الله يوفقه ويسر أمره. ترى هذه أيضا تعالج قلبك، الشرع له أو لله حكمة إنك تدعي للشخص هذا. أما تحسده تقول ليش، وبعدين طايحين في الحركة دي، ألقي اللوم عليه. حلو، ألقي اللوم عليه، والله شوف خلاص ما قدرت عليه تعيبه، ما قدرت تسوي، ما قدرت تتفوق زيه تعيبه، تتكلم عليه وشوف والله ما عنده سالفة، والله انه احسن منك وانه قهرك وانه تعبك. لكن ابعد عن الحسد حتى ما تؤثم، حتى ربي يوفقك. شوف عنده، شوف اهله، شوف بيته، شوف سيارته، شوف زوجته، شوف عياله، شوف مشروعه، شوف مدري شو. يا جماعة خير، انا اتكلم بشكل عام، انا عشان اعالج قلبي لازم اصدق مع الله وارجع مع الله واشكر الله على النعمة اللي اعطاني. لئن شكرتم لأزيدنكم، اشكر الله واحمد الله على النعمة اللي عندك.